Hello, good morning students. The date is 18th of October 2020. Today is Sunday. Yes, we will talk about the exercises page number 12. Page number 12. Yes. A. Yes. A. عندنا هنا يا رابع بدنا نحل السؤال بدنا نحل أسئلة موجودة بصفحة 12 كتاب الملون class book. Please open your book page number 12 please. يلا A. خلينا نبلش نشوف نحل A. Read and say. اقرأ وقل. Replace the highlighted words with new words. بدل استبدل الكلمات الموجودة عليها highlighted بالبارزة المظللة باللون. Okay. Words الكلمات البارزة أو المظللة. Okay. With new words بكلمات جديدة. سهلة. نشوف أول كلمة أول جملة سوري. I am going to eat quickly. I am going to eat quickly. Okay ربع أنا شو بدي أعمل هنا؟ أول إشي إنا بدي أستبدل هاي الـ eat quickly. Okay. بواحدة من هذول الموجودين عندي. Okay. بدي استبدلها طبعا احنا حكينا I am going to بعد ال going to لازم يجي عندي فعل مجرد صح لازم يجي عندي فعل مجرد فانا هاي شو بعمل فيها eat quickly بحط عليها x وبطيرها وبجيب بدالها eat quietly read quietly read quietly فبصير I am going to read quietly لاحظ انه كيف انه اجى بعد ال going to اجى عندنا verb one ما على اي زيادة اوكي يعني I am going to read quietly وكمان ممكن نستبدلها نحط بدل الـ eat quickly بدنا نحط بدالها watch closely اوكي فبتصير I am going to watch closely شو يعني watch closely يعني يشاهد بعناية closely بعناية بإحكام فأنا أحكي I am going to watch closely أنا سوف أشاهد بعناية اوكي okay. I am going to watch closely طب كمان ممكن ما نستبدلها بس في watch closely ممكن نستبدلها بso carefully فبصير I am going to so carefully يعني انا سوف اخيط بحذر انا سوف اخيط بحذر اوكي okay. اذا بعد التو حكينا بيجي عندي فعل مجرد فعل مجرد عندنا حطيناه واستبدلناه طبعا شلنا الـ eat quickly وبدلناها في read quietly watch closely so carefully yes طيب نيجي على الجملة تحتها السؤال التحت what are they going to do on the weekend what are they going to do on the weekend the weekend ماذا هم سوف يفعلون في عطلة نهاية الأسبوع ماذا هم سوف يفعلون بعطلة نهاية الأسبوع؟ طبعاً إحنا الـ on the weekend هنا الموجود عندي بالهايلايتد أوكي بدي أكس عليها وأستبدلها بشو؟ بدي أحط بس بدلها today بس بدي أحط بدلها today فبتصير What are they going to do today? What are they going to do today? يعني بعد الدو بحط today يعني ماذا ستفعلون اليوم؟ ممكن تستبدلها كمان تشيل هاي وتستبدلها بتومورو فبصير تحكي what are they going to do tomorrow ماذا سوف تفعلون غدا وممكن كمان تستبدلها بnext week بصير what are they going to do next week what are they going to do next week just طيب عندنا السؤال اللي تحت B عندنا B السؤال تحت B look read and circle انظر واقرأ وضع دائرة انظر واقرأ وضع دائرة طيب احنا شفت الصورة الاولى يا رابع شفنا الصورة الاولى الصورة الاولى موجودة عندي انا شو بدي اعمل فيها مكتوب تحتيها جمل انا الجملة المناسبة لها انا بدي احط عليها دائرة فالجملة الاولى بتحكي I am going to sleep انا سوف انام I am going to eat انا سوف اكل فاحنا بدنا نحط انا سوف انام ولا سوف اكل شو موجود عندنا بالصورة هو بده ينام فإحنا عندنا الجواب رح يكون عندنا A I am going to sleep طيب نشوف الصورة الثانية عندنا بنت ولد أو ولدين مش عارف بس بشاهدوا التلفاز
فاحنا هون ايش هون موجود عندي جملتين وانا بدي اختار الجمله المناسبه للصوره. الجمله الاولى they are going to play، هم سيلعبون، ولا they are going to watch TV، هم بيشاهدوا سوف يشاهدون التلفاز. شو بيعملوا؟ شو بدهم يعملوا؟ هم سوف يشاهدون التلفاز، مش ما بدهم ما بدهم يلعبوا، بدهم يشاهدوا التلفاز. اذا جواب B. اوكي بيكتشر نمبر 3، خلينا نطلع عليها منيح. طبعا شو بتعمل هاي البنت؟ بتقرا صح؟ فانا هون بدي اشوف الجمله المناسبه على الصوره عشان ايش احدد شو هي. فايش she is going to read a book، هي سوف تقرا كتابا. She is going to clean the house، هي ستنظف المنزل. فأنا أزبط She is going to read a book ولا She is going to clean the house؟ أوكي A، إذن الجواب هو A. She is going to read a book، هي قاعدة بتقرأ، هي سوف تقرأ كتابا. أوكي يعطيكم ألف عافية يا رابع. اوكي خلينا يا رابع نحل السؤال الموجود عندنا سي. سي موجود عندنا بيج نمبر 12 صفحة 12. بليز اوبن يور بوك بيج نمبر 12. سي خلينا نقرأ ونفهمه يا رابع. يلا يس ليتس ستارت. ريد اند رايت سنتنسز يو ويل نيد تو اد ووردز، اقرأ واكتب الجمل. يو ويل need to add words، انت سوف تحتاج الى ايش؟ ستحتاج الى اضافة كلمات. اوكي نيجي للجملة الاولى. الجملة الاولى يا رابع عندنا شيء going to library، حلو. طيب هسا انا بدي اعمل جملة، بدي اعمل جملة متكاملة. طبعا ليش حكينا انه add words اضافة كلمات؟ لانه هون فيش كلمات، بدك تضيف كلمات، يعني هي مش كاملة، فيها نقص. فهنا انا شي بنزلها، شي بيجي معها verb to be، is او am او are. فشو بيجي معها؟ is ولا am ولا are؟ is. احسنتم يا رابع. طيب بعدين بعد ال is بيجي عندي going to، تمام. بعد ال going to في عنا library. طب أنا شو بدي أعمل في library؟ مش إحنا حكينا ممكن بعد الـ going to يجي عنا اسم noun أو place مكان. فهنا library شو بتصير؟ بتصير the library. She is going to the library، أنا سوف أذهب إلى المكتبة. library library she is going to the library. هنا طبعا the library the، وآخر إشي هنا بكتب library. She is going to the library. She is going to the library. طيب خلينا نشوف الجملة اللي بعدها تحتيها. طيب عنا number two they فراغ going to movie theater. they بتنزل الفاعل، و they شو بيجي معها؟ is ولا am ولا are؟ بيجي معها are. going to بتنزل بعد ال R، هيك احنا بس ضفنا لحد الآن ال R صح؟ بتصير they are going to ايش؟ the movie theater، يعني مسرح الفيلم. بتصير they are going to the movie theater. the movie the، طبعا هون بنكتب movie theater آخر اشي. بتصير they are going to the movie theater. طبعا هاي الإجابة الصحيحة، هاي الإجابات الصحيحة. طبعا هاي إجابات السؤال ال A سوري A، هاي A هاي إجاباتها، هاي إجابات A. I am going to eat quickly لما استبدلنا quickly بجمل بكلمات، وهي كمان لما استبدلنا do on the weekend لما استبدلناها ب today tomorrow next week. وطبعا هاي آخر إشي سي، هاي جوابها she is going to the library they are going to the movie theater. يس يعطيكم ألف عافية يا رابع.